وظيفة وحدة تكافؤ الفرص هي أن تساعد الطالب العربي بالجامعة العبرية، تساعده من ناحية ثقافية، من ناحية أكاديمية، من ناحية تربوية، وهي باختصار عنوان للطالب العربي. كطالب سنة أولى الوحدة ساعدتني أني أنجح من ناحية أكاديمية بالمساخ اللي كان بمنعني أعبر من سنة إلى سنة ثانية. في بداية سنة الأولى واجهت صعوبات وتحديات كطالب عربي اللي كلنا بنواجهها. واحدة من هاي الصعوبات اللي أنا واجهتها هي مشكلة الجيل وكلة الخبرة اللي موجودة عندنا كطلاب عرب مقارنة بغيرنا. توجهت لوحدة تكافؤ الفرص لأنه كنت بحاجة لدعم معنوي اقتصادي وأكاديمي. دعموني من ناحية معنوية لأنه دائما كان في حدا يسمعني شو أنا محتاجة. هلا كوني طالب عربي من طلاب شرقي القدس واجهت عدة مشاكل في بداية مشوار التعليمي، خاصة من ناحية لغة يعني، ولكن بمساعدة الوحدة قدرت أني أوصل لسنة تانية بتفوق بعلامات عالية. من ناحية أكاديمية أعطوني دروس إرشاد فردية وجماعية، وهذا الإشي خلاني أنجح وأوصل لهون. بلشت السنة الأولى بالجامعة العبرية بكثير من الصعوبات الاجتماعية اللي واجهتني، عدت أدور على حلول. واحدة من الحلول المتاحة كانت قدامي أني أتوجه لوحدة تكافؤ الفرص، طلبت منهم المساعدة، مدوا إيدهم إلي وساعدوني وعينوا لي مرشد اللي هو كان مرافق إلي خلال السنة. قعدنا مع بعض نشوف المشاكل، كل مشكلة كانت تواجهني كنت أقعد معه نتناقش ونلاقي الحل الأنسب، وبفضل المساعدة هاي قدرت أتخطى السنة بنجاح، وهيني أنا هلأ طالب سنة تانية. وحدة تكافؤ الفرص بتقدم للطالب العربي مش بس مساعدات أكاديمية، كمان أشياء ترفيهية، كمان مشاريع تربوية اللي نحس إنه كلياتنا بالجامعة مع بعض وكعائلة واحدة. حسب رأيي من أحد الفعاليات اللي عملتها تكافؤ الفرص هي الإفطار الجماعي اللي عملوه برمضان العام. الإفطار كان ملان بجو دافئ وجو بيت، والأكل كان كثير طيب، فهذا خلى الفعالية أحلى. كل طالب عربي بالجامعة العبرية بيقدر يتوجه لنا وإحنا بنقدر نساعده. إحنا دايماً موجودين عشانكم، بنستناكم. بتقدروا تزورونا لأي مساعدة أو استفسار على موقع عميد الطلبة أو على صفحة الفيسبوك تاعتنا. إحنا هون عشانكم وبنستناكم.